يسرنا أن أستضيف الآن من أبو ظبي عادل سالم الواحدي الرئيس المالي التنفيذي لشركة تبريد. صباح الخير وشكرا جزيلا حضورك معنا اليوم. حدثنا لو سمحت عن هذا الارتفاع بإيرادات الشركة. صباح الخير، مرحبا أختي. طبعا الحمد لله رب العالمين، والعالمين تبريد مستمرة في أدائها القوي طبعا رغم الظروف الحالية. الحمد لله مثل ما ذكرتي وأسلفتي، الإيرادات ارتفعت بمعدل 22%، الإبدا 25%، صافي الربح 4%، وهذا طبعا نتيجة للوضع التشغيلي والعملياتي والمالي للشركة، وأيضا الاستحواذات التي صارت طبعا في العام الماضي منطقة داون تاون في دبي، قبلها طبعا كان موضوع المصدر، وأيضا في بداية السنة هذه من جزيرة السعديات من الدار، وهذا كله طبعا ادى لنا في النتيجه اللي احنا نشوفها ان شاء الله، وايضا يعني راح يكون النمو هذا مستمر ان شاء الله بناء على المعطيات هذه، وطبعا وما هو قادم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله، لكن استمرار النمو مبني على اساس، يعني ما هي الخطط التي على اساسها تتوقعون استمرار هذا النمو؟ طبعا النمو مثل ما انت عارفه فيه اللي هو الاورجانيك اللي هو النمو الطبيعي، المحطات الموجوده والمناطق الموجوده نحن نغطيها جغرافيا، وايضا الاستحواذات، فنحن يعني مستمرين على الخطين هذيلا بخطوط متوازيه طبعا عشان يكون سستينبل ومستدام ايضا في نفس الوقت هذا، فنحن يعني في اي فرص موجوده في السوق نحن ندرسها بعنايه ونشوف على حسب طبعا اذا هي راح تؤدي نتائجها المالية والعملياتية والاستراتيجية طبعا حسب ما هو المخطط لنا احنا عشان نرجع للمساهمين بأكبر عائد طبعا مستمر. كيف كان أثر سنة كوفيد على أعمال الشركة؟ هل كانت أثر إيجابي بسبب زيادة في التشغيل؟ طبعا موضوع الجائحة يعني خارج عن السيطرة، ولكن كل الشركات وكل القطاعات تحاول أنها كانت من اليوم الأول أنها تكون مستعدة لأي أضرار لا سمح الله ممكن تكون موجودة. الحمد لله نحن طبعا من ناحية الشركة كان في لجان تأسست فورا على كل الأصعدة، يعني العملياتية من ناحية الأمن والسلامة، وحتى أيضا من ناحية المالية والتواصل مع عملائنا مع الموردين مع ايضا اذا كانوا الدائنين او البنوك فاينانشال انستتيوشن. طبيعه الخدمه هي باليوتيليتي، يعني اليوتيليتي هذه الخدمات مهمه جدا، ونحن في المنطقه الجغرافيه هذه طبعا من العالم موضوع التبريد موضوع اساسي، فهذا ايضا أكيد. يعني لكن السؤال هو هل لاحظتم يعني فعلا هل لاحظتم زياده بالاستهلاك في فتره الجائحه؟ لا أمانة في البداية كان في بعض القطاعات مثلا لما تتسكر بعض المراكز التجارية أو الجهات أو هيئات هذه كان في نزول بسيط جدا في الاستهلاك، ولكن الآن رجعت لمعدلاتها الطبيعية وفي أيضا نمو حاليا. نتمنى لكم التوفيق، شكرا جزيلا لك سيد عادل سالم الواحدي.